المغربية بكل مكوناتها المهنية والقطاعية والمؤسساتية، عمالا مستخدمين موظفين وأطرا، نساء ورجالا من مختلف الأعمار والأجيال في مختلف الأقاليم والجهات. من أجل رفع الاحتجاج فتحية رمالية لرفيقاتنا ورفاقنا في أكثر. ونحن اليوم نستطيع من خلالها ليس ينازعنا فيه منذ أكثر من 60 عاما. شكرا لكم أيها الأخوات أيها الأخوة المغاربة. والمهني الأبناء النقابي الحكومي هو المعبرة الذي يهاني للشعب الفلسطيني كما نحكم الجديدة القديمة عن حكومة اللي ما كديرش قرارات استراتيجية باش كتنفع البلاد ماشي حكومة. للمرأة قادر يديهم المدرسة بالبخيفي لأن قادر يخلص، بغينا نجي واحد الوقت ما يخلصش على